السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير على خير ومهني باذن الله تعالى. اليوم راح نوجدوا كيف وصفه تاع الطون بزاف سهله وبنينه وخفيفه. كما راكم تشوفوا عندي هنايا كميه من الزبده وكميه من زيت الزيتون. راح ندير الطون سوتي. الطون نوع من الاسماك اللي بزاف مفيد وفيه بزاف فوائد للاطفال ولا للكبار، لكن ذاي صغار ما لازمش يكثروا منه وماشي ينتكل كل يوم. كيما كنتو شفتو اللحم تاعو كيفاش داير، يبان كل لحم البقري ولا الغنمي ولا كشتو دي مورسو بزاف ملاح، يعني ما فيهم شوك ما فيهم حتى حاجه. هنايا كيما شفتو درت الزبده والزيت تاعي سخنوا شويه، من بعد حطيت لي فيلي تاع الطون تاعنا. شوفوا نقطعوا شويه رقيق نخليوه يتحمر مليح مليح، يعني هذه طريقه. وراح نشارك معكم طرق اخرى، كل واحد راح يديروا بطريقه اللي تعجبه. هنايا نحطهم كامل يتقلاو مليح، النار تاعنا ما تكونش قويه بزاف وما تكونش قليله حتى وين يبطلنا في الطياب. ديجا هو ماهوش رايح يدينا بزاف الوقت، نطيبوه يعني على فتره باينه محدده. هنايا نسلو شويه تاع الثوم، شويه تاع ملح بيان سور، والفلفل الكحل. نزيد نقطع له المعدنوس ونخليه يتقلى حتى وين يدي واحد اللون من تحت بزاف شباب ويشهي، باش ما يجيناش طايب يبان طايب لنا في الماء يليق نخليه يتحمر. وراني ديجا موجده الفلفل من جهه اخرى كيما تشوفوا قليته وتحبوا تشبيبه. انا كل خطره كيفاش نديرو اليوم حبيت نسرب شويه، درتو هكاك مقلي من بعد نقطعو مع طوماطيش. ديجا شاركت معكم بزاف وصفات تاع الفلفل. هنايا كيما كنت قلت لكم ديرهم ملح فلفل كحل وشويه تاع كمون الحوت ولا كامل الاسماك البحريه تحب الكمون، يعني تمدلو البنه بزاف شابه. وثانيك القارص، بلا ما ننساو القارص. القارص ديجا يوضح البنه تاع الماكله تاعنا، سواء في لي بواسون سواء في لي سوب في اي حاجه، ميم لي صوص بلون يجو بزاف بنان. هنايا كيما كتشوفو نشوف اسكو تحمر مازال، نزيد نخليه يتحمر مليح. غطيته وخليته يتحمر، من بعد نزيد نشوفو. هنايا راه بدا يطيب، شوفو غير جيت نرفد طارت صافا، راه بدا يدي شويه هذاك اللون تاع التحميره تاعو. نزيد نخليه يطيب مليح، من بعد نقدمو حتى نشوفوه طاب ما يبسلناش. وثانيك ما نخليوهش نص طياب، ما نجموش ناكلوه. سترون هذا النوع من الطون بزاف من اسماك بزاف هايل وخفيف، ويعني كي تصح لكم وتشريبه ولا تصيبوه اغتنموا الفرصه، وسخته في هذا الوقت راهو كاين بوفر. هنايا خليته تحمر شويه، حبيته كي نحطو تكون فيه شويه تاع لاصوص، زدتلو شويه تاع ما ديروش الماء بزاف، درتلو غير شويه، زدتلو فلفل الكحل، وتنجمو ميم تزيدولو كميه من الزبده هكا ولا زيت زيتون نتوما واش تحبوا، ولا زيت عادي. كاين بزاف اللي ما يحبوش زيت زيتون، ديروا زيت عادي والزبده وغلقوا عليه مع المعدنوس. كيما المعدنوس يتقلى معاه من الاول تنجمو ديروه. انا ما كانش عندي، سنيت حتى بديت نطيب حتى وين جاب لي المعدنوس تاعي وحطيته معاه، خليته برك ذبال شويه. وها هو في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا، فيه يجي شهي ويجي بزاف بنين. رافقتو ثانيك مع الروز، تحبوا تقدموه هكايا مع الروز ولا تحبوا تقدموه مع لي فخيت، تنجمو ديروه صوص غوج كيما تحبوا، كل واحد كيفاش يحب يقدم سمكته مع الفلفل اكيد. واش نقول لكم، يشهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله حبيباتي. ندوزو الوصفه الثانيه تاعنا اللي راح نديرها لا سوب تاع الطون. كيف كيف تجي روعه وتجي بزاف بنينه. انا عندي كميه من سروديه، كميه من القرعه، يعني زوج حبات سروديه حبه تاع قرعه وحبه تاع بطاطا صغيره. درت الثوم كاش 6 ولا 5 سنينات واش يكون متوفر عندكم، على حساب الكميه تاع الخضره اللي درتوها. عندي الطون هنايا كانت فيها شويه تاع العظم، الو خليته لا سوب باش يزيد يتلقى البنه تاعو. هاد لا سوب ما درتلهاش البصل، درتها غير بالثوم.
وكيما شفتو لا سوب دو بواسون ولا اي سوب كي نديرو لها زروديه بزاف راح تجينا بنينه. لي زيبيس عندي ملح فلفل الكحل كمون شويه تاع زنجبيل طوماطيش وشويه تاع القزبر ملحي. كاين اللي يكون عنده توابل تاع سوب دو بواسون ينجم يضيفهم. انايا هنايا ما درت والو. هادو هما لي زيبيس اللي استعملتهم. هذه هي الخضره اللي درتها بلا ما نساو الملح باسكو لا ما درناش الملح الماكله تاعنا راح تجي صامطة. هي مع الاول اللي نديرو الملح نخليهم يتقلاو مليح مليح كيما راكو تشوفوا. ويلا حسيتوها نشفت نخدعوها غير بشويه تاع ما نزيدو نقليوها مليح حتى نشوفو الخضره ذابت. من بعد تمرقوها وتخليوها طيب. هنايا راح نوجد بيتزا كاري. البيتزا كاري تاعي ما نديرلهاش صوص طوماط نورمال كيما تاع البيتزا اللي مضاريا نديرها. هنايا ندير طوماطيش تاعي نقطعها ونسكرفجها كيما راكو تشوفوا فيها. نزيد نسكرفج لها حبيبه تاع ثوم لي زيبيس ملح وفلفل الكحل تخليها فوق النار قسمه برك تشرب هذاك الماء تتجمر. من بعد لا كانت حمراء نخليوها هكاك ما نزيدولهاش ولا جاتنا صفرا شويه نزيدولها شويه برك تاع طوماطيش المصبره ونحطوها هكاك سينو ما نضيفو لها حتى حاجه باش تجينا بنينه فوق لاباط تاع البيتزا. ولاباط تاع بيتزا كاري درت بيتزا عاديه عينك هي ميزانك كل واحد كيفاش يجي. راني ديجا شاركت معكم بزاف وصفات تاع البيتزا وان شاء الله راح نزيد نشارك وصفات اخرى باذن الله. البيتزا كل واحد كيفاش يعملها. البيتزا كاري كاين اللي يديرها سميد كاين اللي يديرها غير بالفرينة كل واحد كيفاش يديرها. هنايا زدت لها شويه تاع زعتره باش تمد لها البنه سينو هي ما يديرولهاش زعتره. البيتزا كاري من حب كي ندير لها زعتره والرند تجي فيهم بنه سبيسيال تاع البيتزا لي صوص روج نحبهم بزاف بهذا المكونين. هنايا نحط لاصوص طوماط تاعي فوق البيتزا تاعنا نديروها شويه خشينه باش تجينا شابه. والمكون الرئيسي اللي هو المعدنوس ونديرو حبيبه تاعي يتغلى. من بعد كي طيب البيتزا تاعنا راح نحطوهم الفوق درت لها شويه تاع زيتون خضر. بعد ما طابت درت ديجا خبزه كاري نقسمها وخبزه مدوره غير طيب البيتزا تاعنا ندير لها زيت زيتون من الفوق ونسكرفج لها هاد الحبيبات تاع البيض وتنجمو تزيدو لها المعدنوس من الفوق والبصل مقطع صغير. هنايا الاضافات كل واحد واش يزيد لها. كان اللي يديروا لها لي زونشوا من الفوق. هذه هي البيتزا كاري تجي خفيفه ما يجوش فيها اضافات بزاف كيما الفرماج ولا حاجات واحد اخرين. هذه هي تجي هايله. ها هي طاولة العشاء تاعنا تاع اليوم. هنا ثاني زدت درت شويه تاع فلفل قطعته مع زيت زيتون اللي نقص له شويه حروريه لكن حار بزاف ندير له شويه تاع زيت زيتون مع الملح. البيتزا تاعنا كما راكم تشوفوا طاوله بسيطه وخفيفه في هذا الصيف هذا ما يليق الحاجات الخفاف وسورتو لي سوب نحب نديرهم نولفوا عليهم ولادنا سورتو اللي عندها دراري صغار يليق دير بزاف لي سوب باش يولفوهم وياكلوهم ملح بزاف ليهم. اذا كبروا ما كلاوش لي سوب ما راهمش حين يولفوهم وجيهم حاجه بيزا ما راهمش حين ياكلوها. ها هي لا سوب تاعي كيفاش جات بعد ما رحيتها نحيت قبل هذاك الحوت من بعد رحيتها وزدتو من فوق. بيتزا كاري تاعي كيما راكم تشوفوا فيها كيفاش جات خفيفه تجي بزاف هايله طيبتهاش بزاف سينو جات روعه راهي تشهي. الطون تاعنا كيف كيف بلا صوص روج مع شويه تاع لا بيوري يعني درت اطباق مختلفه وان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتوا من الوصفات اللي راني نقدمها وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم المشجعه المحفزه ان شاء الله باش نقدم المزيد والمزيد. انا نقول لكم بصحتكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. احبتي في الله سلام. ما ننساوش الصلاه والسلام على رسول الله.